فاتني ان شاء الله نشارك معكم هاد العراضه في المعروضه، نتمنى تكون خفيفه عليكم، وتحياتي لكم وشكرا للمتابعين فاتين، وما تنساوناش باللايك فضل الله امره، وتحياتي لكم. وانتم ما كيجيتكم هاد اللبسه هادي، نتمنى تكون خفيفه عليكم واطلاله جديده، وشكرا للمتابعين. المهم عيطات لي واحد الجاره ديالي للاسبوع ديالها، الله يكمل عليها بالخير وتكبر في عزها بنيتها. وحضرنا احنا والجيران داز حفله اسبوع زوينه، الله يكمل بالخير على الجميع. صافي دوزنا نهار زوين، وها نتوما معايا ان شاء الله. نتمنى تكون خفيفه عليكم. لبست هذا القميص هذا خفيف في الموف مطروز من الصدر هكذا، نتمنى تكون خفيفه عليكم وبهذا الاطلاله هكا، نتمنى نكون خفيفة عليكم. وشكرا للمتابعين الجداد، وتحياتي لكم، وشكرا على الضيوف الجداد اللي زادوا القناة عندي، وشكرا تنشكركم بزاف، وتحياتي لكم والضيوف القدام والجداد، ومرحبا بكم كاملين، وتنشكركم بزاف. ولبست هذا القميص خفيف، وهانتوما معايا ان شاء الله حتى نهاية الفيديو. دوزنا الغدا ديالنا مزيان، كلشي داز بخير، كلشي داز مزيان، والحمد لله. نتمنى نكون خفيفة عليكم، ونتمنى هذا الفيديو يعجبكم والإطلالة ديالي تكون عجبكم، ونتمنى نكون خفيفة عليكم البنات. من بعد احنا غنتغدى وهما حطوا لنا الشلاضة صافي، ومن بعد غنسالو الشليضة وهانتوما معانا صافي. كلينا الشليضة عاود حطوا لنا اللحم بالبرقوق واللوز، ومن بعد سالينا الغدا عاود زنا الديسير صافي، وغندوزو الاتاي والحلوه. وها نتوما معايا حتى نهايه الفيديو، شعلة كيوي كرزيول. ايوا المهم صافي، تناكلو الديسير راحنا ناشطين ضاحكين مجموعين. المهم البنات داز كلشي زوين، حطو الصوينيات ديال الاتاي، كلشي تبارك الله داز غزال. من بعد البنات غندوزو ناكلو الحليوه ديالنا ان شاء الله، وها نتوما معايا حتى نهايه الفيديو، ونتمنى هاد الفيديو يعجبكم. وشكرا للمتابعين فاتير. صافي زدنا غناكلو الحليوه ديالنا صافي، وشربنا كويس اتاي ديالنا باش كل واحد عاوتاني يمشي لدويرتو، والله يكمل عليها بالخير وتكبر بنتها في عزها، وان شاء الله وليداتها يخليهم لها الله ويحفظهم لها. ايوا هادشي اللي كاين البنات، داز هاد الاسبوع زوين وتبارك الله داز غزال، ونتمنى نكون خفيفه عليكم. وشكرا للمتابعين فاتين، ونتمنى هاد الفيديو يعجبكم، وما تنساوناش باللايك فضل الله يسع امرنا البنات. ونتمنى هاد الفيديو يتبارطاجا فضل الله يسع امران، وبركوا على الجرس يوصلكم كل جديد. تحياتي لكم هاد المنبر، وبالسلامه عليكم الى فيديو قادم ان شاء الله. نتمنى الفيديو الجاي بالتوفيق، وبالسلامه عليكم.